وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. إن شاء الله ربي يوفقنا لما يحب ويرضاه في دراسة آيتين من سورة النحل، آية 110 وآية 119. ناخذ الآية 110 اللي فيها الفتنة التي فرضت على المؤمنين وكيف خرجوا سواء كان للحبشة أو للمدينة أو لأي مكان آخر، ثم صمدوا بجهادهم في سبيل الله. والآية 113 تشوفوا كيفاش الإصلاح دائما في متناول الناس اللي فعلا يحبوا يمنوا الروح. ناخذ الآية 110: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني رب يقول بعد فتن، والفتنة هنا تكون في بيتك أو في وطنك، وجي من يعاديك لأنك مؤمن، لأنك اتبعت الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، قبلت القرآن كتاب المولى، والمولى لا شريك له، فوقع عليك العدوان. أنا فتنت، ما نضغط عليك بتهم باطلة أو بسجن أو بتضييق مالي أو تضييق اجتماعي، وأنا ما جر فتنت وصبرت، فزاد غيرهم. زاد غيرهم، أريد أنت من الأحسن أن تبدل المكان. يعني الله جعل سعة في ملكه، ألم تكن الأرض لله واسعة؟ ثم الناس يروا بالعكس، الله ما يراوش قال الله واسعة، بل الشيطان قال ما أرض ضيقة، مكروا حتى انقلبوا على وجوههم وعلى عقابهم، صاروا مع الآخرين في الكفر والشرك والنفاق. إذن الآية واضحة: وما إن ربك الذين هاجروا، شوف على حكم المولى في المهاجرين، من بعد ما فتنوا، يعني ما هاجرت إلا ما صبرت، وريت لي إلى فائدة، الناس ما همش مشي خير، الناس هم دائما كفار ومشدين صحيح على طريق الظالمين الأسبقين، قالوا عنا وجدنا أباءنا على أمة، على هي على شريعة، شريعة شيطانية إبليسية، ما تحدش معه. وحنا عندنا في تونس ومصر عندنا النوع هذا، النوع يحب السيد يكون مسلم، قال شنو؟ قال بابا هو المسلمين، تبارى الله وجعل عليهم مسلمين والمسلمين، الله أعلم كيفاش يعمل في التقية باش ما لا يقاطع ولا لا يضايق عليه من طرف المسلمين الأحرار، يعني تجارته ما تكسب إذا كان ماشي يبين اللي يكون منافق ويبين كونه كافر، فرأى عز طريق هو اللي يلصق نفسه بالاسلام، وهو داعي باطل. فاذا بينت تجي اليوم تقول انا مسلم على اساس بابا ومسلم، قلت قالوا لي كم مره انا بابا شيخ في الزيتون، انا بابا امام، انا يا ناس ليس هذا الاسلام. الاسلام ان تسلم امرك كله بلا جدال ولا انحراف، الامر كله لله، لا تعتبر الطاغوت اي وجود ولا اي بلا صفه شرعيه. الطاغوت هو كل من يحكم من دون الله. هذا قال في مجلس النواب، ولا قال يا ولدي راهي المساله ماهيش كلام، انت في مجلس النواب مسلم والا بلا كافر، وتكتم كفرك او تنافق او تجاهل تماما من انت، وتخون مع الخائنين، وتحب ريت الغرب ولا الشرق، بلا مشاو في خط معين، في تشريع معين، تشريع في الحياة الجنسية، تشريع في الحياة المالية، تشريع في الحياة التربوية، في الحياة الإدارية، ريت الناس هذوكم عملوا تشريع معين، كما قال الزواج من حق الجنسيين مثلين، ولا الجنسيين اللي من كان بعد ما كان ذكر ولا أنثى، بفعل فاعل، هذا كليك يعمل فيه الغرب ولا الشرق. احنا لا يعنينا، احنا ما عندناش امراض.
احنا ناس سلمنا امر الله فسلمنا من الامراض، لازم يكون فينا مرض. وانت تحب انها توصل بضغطك وجماعة الضغط اللي تبعتك واللي ترى نفس الرؤية المنحرفة، تحب توصل لدستور بلاد معينة كمصر ولا كتونس، ما لا توصل لهم اشياء لا سيرة لها بالدين المنحرف. رب يقول وما فرضنا في الكتاب من شيء، احنا لسنا بحاجة الى زيادة لديننا، دين كامل، بل احنا ناقصين، بل احنا مقصرين مع الله سبحانه وتعالى. فالافضل ان نتبع ما خطى النبي عليه الصلاه والسلام ونترك اللجوء الى تقريب ولينا قرده وحمير نتبع كل قاصي وداني، هذا لا يجوز بالمرء. واذا كان الناس تحب تزيد القدام وتزيد تطلع المال السعده وتحب الفتنه، راه حاضر قدر الله أن يكشف حالكم ثم يقبض عليكم، تقبض عليكم المصاعب. احنا لا نحب لكم هذا، لا نريد لكم هذا، لكن اللي استمر الكفر او استمر النفاق واستمر الفتن من يمكن نفسه، ومن سل سيف البغي قتل به. لكم تعلموا الجزاء الاحسان من الاحسان، ان احسنتم انفسكم فلها وان اساتم فعليها. ونحن أرى ربنا سبحانه وتعالى يقول استكبار الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء ولا بيهنا. هؤلاء الناعقون هم المستكبرين، وتعرفوا كل مستكبر ما لم يتب ينزل عليه مقت الله وغضب الله وما يعرفش ربك ناسي يخرج من الدنيا. ورب يقول وحيل بينهم بين ما يشتهوا، بينهم بين ما يشتهوا. كنت تتمنى تولي رئيس ولا تولي نائب ولا حاجة، ما إذا به ترسلك في السجن ولا ترسلك في المستشفى ولا ترسلك في قتلة والعياذ بالله، سواء كان قتلة طبيعية من سكتة قلبية أو سكتة مخية، ولا تحرق ولا تسحق ولا يصيبك ما أصاب الآخرين من شلل ومن ضياع الحركة وفقدان الذاكرة ولا مجرد. حيث احنا مناش من الشامتين، لكن نحذر لأننا احنا ما دامك ما وصلتناش معلومة منك ان تكافئ فلا نعتبرك كافر، لكن نحتاط ان لا ما لا ندخل معك فيما انت في الخندق اللي انت فيه، خندق البؤس وخندق الخسارات واللعنات والعياذ بالله، وتفارق الدنيا ربما وانت محصور على في حسره على ما فرطت في انتسابك للاسلام فلم تنتسب اليه بل كنت عدوا له. والاسلام منصور من يد الله سواء كان بشهاده او بنصر دنيوي. واعلموا ان القران كلام الله ليس كلامنا، وهذاك علاش احنا متمسكين به، وهذاك علاش نخدم في لايضاح بعض ما خفي عن الناس لعل الله يعينهم على الرجوع اليه. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، مش هاجرت بعد سلمت، لا تواصل الاعلان عن اسلامك وتواصل كشف اعدائك، هذا لابد وان تدفع الثمن باهظا سواء كان بنفسك والا مالك كل ما عندك، باش كلمه الله تبقى دائما هي العليا وكلمه الذين كفروا هي السفلى. ثم ان ربك وسيموتون بغيرهم سواء كبتوا في مصر ولا سوريا واي مكان في الاقصى الشرق واقصى الغرب، سيموتون كما دل على انهم لم ينجحوا ولم يحققوا جزءا بسيطا من احلامهم المريضه. ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعد لغفور رحيم. ننتقل الى ايه هي مبشره، ايه 119 من نفس السوره اي سوره النحل. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. هذوما ناس في الشق الاخر، موش ناس فتنوا وضيق عليهم حتى هاجروا وواصلوا الجهاد. هذوما ناس كانوا ضد هؤلاء ودائما في فتنه هالمجاهدين. وهذا قلنا لقاعدين يعاشوا فينا هم من هؤلاء. الناس راه ما زالت الشمس ما خرجتش من مغربها، فتحيلوا الفرصه خذوها قبل ما تفوتكم فلا تبقي لوكاليون.
ثم انا ربك الذي يعني الصوره بجانب، يعني انت جال الاسلام يقتضي كذا كذا ان لا تشريع الا بوحي من الله او بسنه رسول الله محمد عليه السلام والا ما اجمعت عليه الامه، هذا كل غاب عنك. ووصلت في رفع رايات جوفاء وايديولوجيات خلقاء ووصلت. ثم انا ربك الذي يعني الصوره بجهاله، انت وقعت في جريمه وجريمه وجريمه وانت جاهل بانك مجرم. ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا، هذا الفعل. يعني انت مش طيب، ان الله لا يغرم بكم حتى يغرم بانفسكم، انت بحاله مرضيه، انت بحاله شؤم، انت بحاله خسران مبين، واللعنات تتبعك ليل نهارا، تصبح في سخط الله وتمسي بغضبه. ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، عملت عمليه اصلاح لا ريفورم. واصلح من ربك اريد الاسلام عملي. الاسلام هو ايجابي. الاسلام هو تقدم الى الامام دائما حسن حسن. هو جاء الاسلام للتحسين. هذا كنا خطاؤون وكنا غافلون، كنا جاهلون، كنا ما ندعي ما ليس فينا. فان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعد لا يغفر. شوف بشر ربي يقول لك راني غفور، لا حدود لغفران المولى سبحانه وتعالى، ولا حد لرحمته، ورحمته وسعت كل شيء، ويغفر ربي لمن يشاء، سواء كنت فما مشيئة الله أو أنت شئت أن تطلب الغفران، تلقى ربي سبحانه وتعالى يغفر يسامح. إلي من لوكليمو، إلي لابسوليتو، يعني هذه الدراسية لعلكم تفقهوها خير من جهة ورد الآية الكريمة. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد لغفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه.